أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، قبل أيام معدودة مرت بنا مناسبة كبيرة جدير بنا التوقف معها من أجل استنباط ما يمكن استنباطه من الدروس والعبر، ومن أجل تصحيح ما يمكن تصحيحه من المفاهيم المغلوطة. تلكم المناسبة هي مناسبة غزوة بدر الكبرى، هذه الغزوة التي كانت أول مواجهة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جهة، وبين قريش الظالمة الطاغية من جهة ثانية. وقد خلدها القرآن الكريم في سورة سماها سورة الأنفال، أو سميت سورة الأنفال، وذكرها أيضا في سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذا في سورة آل عمران. وفي سورة الأنفال عندما يقول الله عز وجل: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فسماها معركة الفرقان لأنها كانت حاسمة بين مرحلتين وبين زمنين وبين فئتين، بين فئة الإيمان وفئة الطغيان، بين مرحلة الاستضعاف ومرحلة الاستخلاف. ذلكم هو حدث غزوة بدر، أو حدث غزوة بدر الكبرى، والتي أرادها الله عز وجل أن تكون بتلك الصفة. كان المسلمون يودون أن ينالوا الغنيمة باردة، لكن حكمة الله عز وجل شاءت غير ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ويريد الله، هنالك إرادة بشرية وهنالك إرادة ربانية. الإرادة البشرية أن ينالوا الغنائم وأن يستردوا بعضا من حقوقهم التي تركوها في مكة بطريقة باردة دون قتال دون شوكة. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي أن تنالوها باردة دون جهد ودون قتال. لكن إرادة الله كانت خلاف ذلك، ويريد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل. إرادة الله إحقاق الحق وإبطال الباطل، إظهار الحق ساطعا قويا بارزا، وإظهار الباطل أيضا خافتا ضعيفا متراجعا. فكان ما كان من غزوة بدر الكبرى. غزوة بدر الكبرى لا أريد الخوض في تفاصيلها لأنها طويلة الذيول، وقعت في 17 من رمضان من السنة الثانية للهجرة. جيش مسلم قوامه حوالي 300 من الناس، جيش آخر كافر قوامه أزيد من 700 من الناس. لم تكن المعركة متكافئة ماديا بتاتا، إنما كانت القوة فيها وكان العدد والعدة فيها لمصلحة الآخرين. لكن الإرادة والحق عندما يكون حقا فإنه ينتصر حتى لو كان عدد أصحابه قليلا، وكذلك الباطل فإنه ينكسر وينهزم حتى لو كان عدده وعدته قوية. ولذلك وقعت المعركة وانتهت بالنتيجة المعروفة بانتصار ساحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما عبر القرآن الكريم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، بمعنى أنتم قلة بالمقارنة مع الآخرين، عدتكم ضعيفة بالمقارنة مع الآخرين في كل شيء. لكن مع ذلك نصر هؤلاء المؤمنون لأن إرادة الله عز وجل اقتضت ذلك، ولأن المرحلة آنئذ كانت تستدعي ذلك، فنصرهم الله عز وجل. السؤال الآن أيها الإخوة هو حول تصحيح هذا المفهوم
الذي طبق لأول مرة في غزوة بدر الكبرى، وهو مفهوم الجهاد. هذا المفهوم الذي ألبس لباسا ليس له، لا يليق به بتاتا، فاختطفه أناس من هنا وهناك، وصاروا ينطلقون منطلقات غير سديدة ولا صحيحة، ويعتبرون أنهم يمارسون هذا العمل الذي هو الجهاد، حتى صارت هذه الكلمة عند كثير من الناس لا تكاد تذكر، صارت كأنها كلمة قبيحة، بل ربطها البعض بالعنف وبالإرهاب وبالقتل الظالم العشوائي، فصارت كلمة الجهاد مخيفة، مع أنها كلمة قرآنية، مع أنها كلمة وردت في القرآن الكريم عشرات المرات وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المشكل أين؟ المشكل في ضبط المفهوم، وما أكثر ما نقع في كوارث نتيجة عدم ضبط المفاهيم. هذا مفهوم إسلامي صرف، جاء في القرآن الكريم بكل تصريفاته، جاء بفعل الماضي وجاهدوا، بالمضارع يجاهدون، بالأمر جاهد وجاهدهم به جهادا كبيرا، بالمصدر، بكل الاشتقاقات. هل لأن الناس أخطأوا في فهمهم لهذه الكلمة ولهذا المفهوم، أخطأوا في الفهم وأخطأوا في التطبيق، هل نحن أيضا نخطئ بأن نلغي هذا المفهوم أو أن نتحاشى الحديث عنه؟ لا، هذا الأمر لا يعالج المشكل، إنما يزيده استفحالا. إنما العلاج الحقيقي هو أن توضح للناس هذه المفاهيم، وأن توضح من أصحاب الاختصاص من علماء الشريعة، حتى نفهم ما الجهاد وما معنى الجهاد وما هي شروط الجهاد وضوابط الجهاد، كما قال الله عز وجل: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قبل سنوات يسيرات في معظم قنوات العالم الإسلامي، عندما تصل ليلة 17 من رمضان، كنت ترى ندوات في كل القنوات الإسلامية تقريبا في الدول الإسلامية، ندوة تنظم على الملأ للحديث عن غزوة بدر الكبرى وعن فتحها وعن نصرها وعن الجهاد وعن ضبط المفهوم وتحديد الشروط والضوابط، فكان الناس يستفيدون منها شيئا كبيرا. لكن عندما تزال هذه البرامج، عندما تزال حتى من برامج التربية والتعليم، وتزال صور من القرآن الكريم تناقش الموضوع وتتناول ما يتعلق بالجهاد وشروطه وضوابطه، هل معنى ذلك أن المشكلة سينتهي؟ أبداً، إن العكس هو الذي يحصل. معنى ذلك أن الناس لا يتلقون المعلومة الصحيحة عن هذه المواضيع، ثم يبحثون عنها في المواقع وفي المجالس الخاصة، ثم يخرجون بفهوم خطيرة، فيكون الأمر بعد ذلك كارثة على الأمة كلها. لذلك مناسبة غزوة بدر الكبرى مناسبة لتوضيح هذا المفهوم ولتوضيح شروطه وضوابطه. الجهاد مشتق من مادة جهد، يجهد، من الجيم والهاء والدال، والأصل اللغوي لهذه الكلمة هو بذل الجهد والطاقة، من الجهد أو من الجهد، الجهد بمعنى التعب والجهد بمعنى الطاقة. إذن فالمعنى أنه بذل الوسع والطاقة التي يستطيعها الإنسان. ثم هل الجهاد في معناه الشرعي وفي معناه القرآني دائما يكون بمعنى القتال؟ أبدا، إن الجهاد بمعنى القتال واحد فقط من استعمالات هذه الكلمة في القرآن الكريم. ارجعوا إلى الراغب الأصبهاني في كتابه حول مفردات القرآن،
وإلى العلماء الذين بحثوا مصطلحات القرآن ومفاهيم القرآن. هنالك كتب في ثقافتنا الإسلامية في علوم القرآن تسمى الأشباه والنظائر. هل يعرفها شبابنا؟ الأشباه والنظائر، أي الكلمة القرآنية التي تعني دلالات مختلفة، فتستعمل في صورة بمعنى وتستعمل في صورة أخرى بمعنى آخر. الجهاد في القرآن استعمل استعمالات كثيرة، عندما يقول الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا، به على ما يعود الضمير، الضمير يعود على القرآن لأنه كان قبلها يتحدث عن القرآن، فقال وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالجهاد هنا بمعنى بذل الجهد في توضيح معالم القرآن ومفاهيم القرآن وشريعة القرآن. وتارة يستعمل الجهاد في القرآن بمعنى الإقبال على النفس وضبط نزواتها وشهواتها، فهذا يعتبر جهادا. وهنالك الجهاد الذي هو الجهاد البدني بمعنى القتال، وهو الذي يخطئ الناس في فهمه ويقع لهم خلل كبير، ويستعمل أحيانا في غير موضعه، ويتسبب ذلك للإسلام وللقرآن في أذى كبير. ما تضرر الإسلام في المرحلة الأخيرة أكثر مما تضرر من سوء تطبيق هذا المفهوم الذي هو مفهوم الجهاد، مع أنه لو وضح للناس بالطريقة الشرعية كما ذكره فقهاؤنا لكان الأمر جليا، ولما تسبب في هذه الكوارث التي تعيشها الأمة الإسلامية. هل يعرف الناس أن الفقه يجعل الجهاد أمرا من خصائص إمارة المؤمنين، أي من خصائص الحاكم المسلم؟ أي ليس الشأن أن يعلن الإنسان أنه يريد أن يجاهد فيذهب ليجاهد، لا، هذا ليس شأن الأفراد، هذا شأن الجماعة، هذا شأن الأمة، وإلا فستقع الفوضى، فيبدو لك أنت أن هذا الأمر يمكن أن ينطبق عليه الجهاد، ويبدو لشخص آخر أن هذا الأمر ليس كذلك، فيختلف الناس، ثم بعد ذلك تقع الفتنة والفوضى. وهذا هو الذي وقع في كثير من بلاد المسلمين اليوم، هذا هو الذي وقع. اقرأوا القرآن جيدا أيها الشباب، اقرأوا قول الله عز وجل في سورة النساء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي الكل يتحدث والكل يفتي والكل يشرع، وهذا يقول وهذا يقول، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، باعتباره ماذا؟ باعتباره النبي؟ صحيح. باعتباره الرسول؟ صحيح. باعتباره كان قائد الأمة؟ صحيح. باعتبارات مختلفة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لأن إعلان الحرب سهل، لكن إعلان وقف الحرب ليس سهلا، إشعال الحروب سهل، لكن إخمادها ووقفها ليس سهلا بتاتا. لذلك جعل الفقه الإسلامي هذا الأمر بيد الأمة وليس بيد الأفراد، حتى لا تقع الفوضى بين الناس. خذوا لكم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة، وكان أصحابه يؤذون ويتعرضون للاضطهاد، وقتل أمامه ياسر أبو عمار، وقتلت أمامه سمية أم عمار، وعذب عمار نفسه إلى أن نطق بكلمة الكفر، وكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا رسول الله ألا تأذن لنا في القتال؟ ألا تأذن لنا في أن ندافع عن أنفسنا؟ ماذا تستفيدون من هذا؟ تستفيدون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم أصحابه الانضباط، وعلمهم أن الأمور ليست فوضى،
وأنه ليس كل من هب ودب يمكن أن يتحدث في الموضوع، وإنما ينبغي أن يرجع الأمر إلى العلماء، هم الذين عناهم القرآن عندما قال وإلى أولي الأمر منهم لعالمه الذين يستنبطونه منهم، أي الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية، الأمر يحتاج إلى دراسة الاستراتيجيات، إلى المواقف، إلى الموازين التي توزن بها الأمور، إلى معرفة الاستعدادات، إلى معرفة أشياء كثيرة جدا. أما أن يأتيك إنسان مراهق في العشرين أو دونها أحيانا ويظهر على المواقع من أجل أن يعلن الجهاد، فهذه مهزلة، هذه كارثة، وينجر معه خلق كثير. لذلك أريد أن أقول للشباب انتبهوا إلى الأمر، وحذاري من كثير من المواقع الإلكترونية التي قد ينجر الإنسان نتيجة مشاهدتها ومتابعتها إلى ما لا تحمد عقباه. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يأتون ليقولوا يا رسول الله ألا تأذن لنا في القتال، بمعنى كانوا يطلبون الإذن، كانوا يعرفون أن الأمر ليس فوضى، فكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم لم يؤذن لي، أي ليس عندي إذن بالقتال. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان ينتظر إذنا من الله عز وجل، وهو كذاك. فعندما هاجر إلى المدينة المنورة ووقع ما وقع من أسباب دفعت إلى إلجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى القتال، نزلت الآية واضحة: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن، هذا ليس فعلا مبنيا للمجهول، لا، هو مبني لما لم يسمى فاعله، صحيح، وهو الله عز وجل هنا، الآذن هو الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر لهم الأسباب. هذا المفهوم يحتاج إلى أن يتضح أكثر. لماذا يقاتل المسلمون؟ لماذا نجاهد؟ هذا الذي يجب أن نعلمه العالم، هذا الذي ينبغي أن يصل إلى العالم كله. لماذا شرع الجهاد في الإسلام؟ اقرأوا الآية القرآنية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. يقاتلون في معظم القراءات أي وقع عليهم القتال، بأنهم ظلموا، لاحظوا ظلموا، أي يقاتل الإنسان لأنه تعرض للظلم. وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه هي الأسباب التي ذكرها القرآن الكريم. اقرأوا إن شئتم أول آية في سورة البقرة تتحدث عن القتال، وهي قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. القرآن واضح، القرآن واضح، ليس عندنا ما نخفيه فيه، إنما كتاب الله عز وجل ينطق بالحقيقة. ولو خاطبت به أي عاقل في العالم، لو أخذت أي عاقل في العالم فشرحت له هذه المفاهيم بطريقة القرآن الكريم، بصريح عبارة القرآن الكريم، أننا نقاتل في سبيل الله من يقاتلنا، كانت هذه الآية كافية. لكن زاد القرآن الكريم الأمر توضيحا بأن صرح بالمفهوم فقال: ولا تعتدوا. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يكون في معركة، حتى لو كانت حقيقية، حتى لو كانت في حق ودفاع، فإن نفسه قد تدفعه لما يسمى اليوم، يسمونه تجاوزات، يقع الإنسان عندما تقع الحروب حتى لو كانت مشروعة، فإن الناس يتحدثون بعد ذلك عن تجاوزات وأخطاء قد تكون متعمدة، لكن يبررونها فيقولون وقعت أخطاء وكذا وكذا. القرآن الكريم يشير إلى هذه القضية وإلى أن يضبط المسلم نفسه حتى عندما يكون في جهاد لدفع الظلم والقهر،
فقال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هكذا القرآن، هذا هو مفهوم الجهاد في القرآن. ثم إن الفقهاء تحدثوا عن ضوابط وعن شروط متى يشرع الجهاد ومن الذي يأذن فيه وكيف يشارك فيه الناس، ضوابط كثيرة. هذا باب طويل عريض يحتاج الناس إلى دراسته. عندما نقرأ سورة الفتح أو عندما نقرأ سورة الأنفال أو عندما نقرأ سورة القتال وهي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، أو عندما نقرأ كل السور التي تناولت هذا الموضوع، فإن الجدير بنا أن نتأمل فيها وأن نفكر فيها وأن نعلم الناشئة ضوابط هذا الأمر وهذا المفهوم. أما أن نفكر بهذه الطريقة بأننا عندما لا نتحدث عن الموضوع وعندما نزيله من كتب التربية والتعليم فإن المشكلة سيحل، فإن ذلك أمر خطأ. فالقرآن الكريم عندما يريد أن يحذر الناس من قضية فإن التحذير من القضية لا يكون بتجنب الخوض فيها أبدا، وإنما بمناقشتها وبطرحها للحوار من أجل أن يتضح للناس الحق من الباطل. فنحن ليس عندنا ما يسمى عند البعض بالطابوات، أي الأمور التي لا تتناول، وإنما الموضوعات كلها تناولها القرآن. تناول القرآن موضوع الجريمة، تناول القرآن موضوع الزنا، تناول القرآن موضوع الشذوذ، تناول القرآن كل الموضوعات، لأنه من منهج القرآن كما أتحدث في خطب رمضان هذا أنه يريد أن يعلم الناس كيف تبني نفسها وكيف تتشكل لديها المفاهيم وكيف تشكل عقولها حتى تنجو الأمة كلها بإذن الله. فأسأل الله تعالى أن يرد بنا إلى دينه ردا جميلا. أقول قولي هذا أيها الإخوة، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، رحمته المهداة ونعمته المسداة وسراجه المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، عندما يخفت صوت العلم وصوت الحقيقة فإن الفراغ أو فإن الطبيعة لا تقبل الفراغ، لأن صوت الباطل وصوت الجهل سينتشر وسيرتفع وستكون له نتائجه الخطيرة. عندما وصلت النجاشية أخبار من عمرو بن العاص قبل إسلامه عن الإسلام وشوه له صورة هذا الإسلام وحدثه عن هذا الإسلام بأشياء قلب فيها المفاهيم، كان الأمر يحتاج إلى إبراز حقيقة الإسلام، ولن تكون النتيجة، انتبهوا إلى هذا الأمر، لن تكون النتيجة إلا إيجابية عندما نوضح حقائق الإسلام. دائما انطلق جعفر ابن أبي طالب ليفند مزاعم عمرو بن العاص، فقال للنجاشي خطبته العصماء المشهورة: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي فينا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وحسبه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى عبادة الله وإلى صلة الأرحام وإلى حسن الجوار وإلى أن يرحم القوي فينا الضعيف، فآمنا به وصدقناه فعدا علينا قومنا. كلام نفيس. هذا هو الإسلام، هذا ملخص رسالة الإسلام. فما كان من ملك الحبشة النجاشي إلا أن أذعن للحقيقة وقال: يا عمرو، والله لن أسلمك هؤلاء. أي إذا كان هذا هو الذي يدعون له، إذا كان هذا قرآن هذا هو القرآن الذي جاء به نبيهم، إذا كانت هذه هي الرسالة التي جاء بها نبيهم عليه الصلاة والسلام، فلماذا نحارب هؤلاء؟ بل
إن النجاشي بعد مدة أعلن إسلامه. لاحظوا عندما تصل الرسالة الصحيحة للناس عن مفاهيم الإسلام. الغرب الآن أيها الإخوة، حتى لا أطيل عليكم، العالم الغربي الآن عنده سوء فهم كبير للإسلام، وذلك أمر حقيقي حقيقي، لأنكم لا تدركون حقيقة الإعلام الموجه والموجه للغربيين. إعلام خطير يحدث الإنسان الغربي بتشويه كبير لمعالم الإسلام. ومن زار الغرب في أمريكا وفي أوروبا أيضا وإن كان بنسبة أخف يدرك هذه الحقيقة، حيث هنالك قنوات كثيرة همها الأول هو تشويه صورة الإسلام في قضايا المرأة، في قضايا العنف والإرهاب، في قضايا الجهاد، في قضايا الإرث، في قضايا مختلفة. لكن عندما توضح للناس حقائق الإسلام كما جاءت في الشريعة الإسلامية دون زيادة ولا نقصان، فكن على يقين أن الآخرين سيغيرون مواقفهم وسيغيرون تصورهم، وقد يقع أن يعتنق الإسلام كما فعل النجاشي وكما فعل غيره. فلذلك نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يعلمنا شريعة الإسلام. اللهم علمنا شريعة القرآن، اللهم علمنا شريعة الإسلام، وزدنا علما وإيمانا يا رب العالمين. اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا. بعض الإخوة يرجون منكم الدعاء لهم بشفاء الأمراض وقضاء الحاجات. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اجمعهم على كلمة الحق وحق الكلمة، على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك اللهم أن توفق أمير المؤمنين محمد السادس لما تحبه وترضاه، أره اللهم الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، هيئ له اللهم بطانة صالحة تعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.